من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصل. أيها السادة الضيوف، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله بوجود هذه الثلة من طلاب العلم، ونحن نحضر من أجل تكريمهم. نحن كطلاب علم في مرحلتنا هذه المرحلة الثانوية نتسلح بالعلم والتزكية في هذه المؤسسة لننطلق بعدها في ميادين العمل وننطلق للغرس. أن هذه الأمة أمة صبورة تطلب العلم رغم التحديات. وكذلك أنجب الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. علو اللي علو اللي ارتقى بين أصحاب. تهتم مؤسسة التعليم بلا حدود مداد بالتعليم الشرعي والثانويات الشرعية بشكل عام، تخريج طلاب وشباب متسلحين بالعلم والتزكية، وهذا ما نستمر به ونسعى لترسيخ هذه المدارس وتقويتها لتستمر بعطائها وتخريج طلابها. ونحن هنا إذ نحضر لتكريم الطلاب الأوائل على هذه المدارس والطلاب الأوائل على الثانويات أو والمسابقات العلمية التي تمت خلال الفترة الماضية، وتكريم بعض المعلمين المبدعين أو الأوائل على مدارسهم. لذلك نتقدم بالشكر الجزيل للطلاب ولأهاليهم وللكادر التدريسي والكادر الإداري وكادر الإشراف من هيئة الأوقاف والشؤون الدينية على هذه المدارس، لهم جزيل الشكر. حلتها الفوز بها تبخترت تعاونت أيدي بها تعاونت.